طيب اخد تجربه وحضرتك معايا التليفون. معايا المهندس عدلي القيع المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. والنادي الاهلي عنده حقوق ديجيتال اللي بيعها من فتره طويله، هل ده هيتعارض مع حقوق النادي الاهلي؟ مساء الخير يا كابتن عدلي. مساء النور يا كابتن. تحياتي الدكتور كمال درويش ليك. دكتور كمال درويش. طيب كابتن عدلي، سؤالين. السؤال الاول، هل الحقوق تتعارض؟ السؤال الثاني، سلوك بعضا من جماهير النادي الاهلي والخروج الفاضح عن النص في هذا اللقاء، هل يتم عقاب كافة الجماهير ولا من اخطأ فقط يا كابتن عادل؟ ليه؟ السهل الصعب وبعدين نجاوب الصعب. يلا. السهل الصعب الديجيتال، وانا بقول لك المعركة في النهج بتاع حقوق التسويق التلفزيوني، بتاع حقوق الرعاية، لان طالما مفيش تحديد لحقوق الاندية من المنتج اللي هيظل الكل طمعان فيها. المسألة اختصار شديد يا كابتن احمد، من يتحمل الغرم؟ لكن ليه دي كل واحد دلوقتي بقى يوضح بالموضوع؟ ما هو انت من غيرش المسابقه، ما هو انت ما عملش المسابقه ما تقدرش تجي ناحيه المنتخبات بتاعتك. واخد بالك؟ لكن وانت ما عملت مسابقه كاس مصر وصرفتها، انا ما جيتش ناحيتك. المستحقات اللي انت اقرتها وخلصنا. لكن انت وصلت انك تحط لي على الكم الراس بتاعك وتحط لي مش عارف ايه، يعني عمليه تضييق على الانديه خاصه الاهليه. اشعر انها بقت عمليه مقصوده لتحجيم هذه الانديه. طيب الدكتور كمال درويش هو اكثر واحد رد على هذا الاتهام، هل هي عمليه مقصوده لتحكيم هذه الانديه وبالاخص النادي الاهلي يا دكتور كمال؟ لا ما اقول مش بالاخص. طب نسمع يا كابتن عدلي، نسمع بعدين تمسكم نادي ما فيش غير النادي الاهلي. نسمع الدكتور كمال، اتفضل دكتور كمال. والله هو الحاج لحد الان انا مش شايف فيه مشكله، لان ما حدش تقدم حتى في الديجيتال، ولسه لغايه دلوقتي ما قدرناش نعمل حصل حتى الناس بتشتغل فيه. فالموضوع ازمه ولا حاجه ولا في. طيب خلاص الدكتور كمال حلها لك كابتن عدلي، قال لك ما حدش اصلا يتقدم لنا. لو كان تعاقد خير وبركه وربنا يزيد الدخل. طيب حلو قوي. كلنا بنمر بظروف ماليه صعبه، مش شرط اللي يحصل على اقصى حقوق. جميل. طيب كابتن عادل عايز احسن من كده ايه؟ اكتر من كده في ايه؟ في ايه؟ اكتر من كده. قال لك بتسالني، قال لك احنا عندنا سؤال، بتقول لي انت على حقوق الديجيتال هتتعارض مع حقوق الاتحاد؟ انا ما اعرفش الاتحاد ناوي يعمل ايه. قال لك لكن قبل كده في الرعايه تعارضت وفي البث تعارض. بس دكتور كمان قال لك انا ما عنديش عرض اصلا. نمره اتنين، انت عظم وما عندوش طرح عشان يبقى عنده عرض. نعم؟ هل طرح احد هذه الحقوق عشان يبقى عنده عروض؟ لم تطرح من الاصل يا دكتور كمال؟ لم تطرح حتى الان. طيب هيجي له عروض ازاي؟ طيب ادي نمره واحد.